إخوان بالنسبة للفيديو اللي طلبوه أصدقائي المشتركين، اللي هو كيف يفرق بين طير الفري معروف بالفر بين الذكر والأنثى. الموضوع سهل سهل جدا. طبعا هو صغير صغير، لما يكون قطن زي القطن صعب يبين، بس طبعا هذول الفراخ يعني عمر اسبوعين ثلاثة بس صغار، لسه شايف الريش بيطلع لهم، شايف؟ حكيتها كيف تعرف الذكر من الأنثى؟ سهل جدا، بنيجي على الذكر نحطهم جنب بعض عشان انت تعرفوا ما تتخربطوش، بنقلبهم هيك بنشوف الصدر هين، ركزوا معي. حكيت هين بالإيد هاي اللي بحرك فيه عليه حمار زي التراب اللي هو هذا ذكر بكون، شايف؟ اللي بكون هان فيش عليه حمار عادي اللون العادي مركمش بتكون أنثى، زي ما حكينا كمان مرة. اللي بكون صدره ايوه بالضبط، اللي بكون صدره مثل هاد عليه مثل الحمار اللي هو لون التراب بكون ذكر، واللي بكون هان عادي مثل هاي بكون أنثى. يعني هاي حطهم جنب بعض هيك، لزقهم جنب بعض، طولوا بالكم شوي، شايف الفرق؟ بكون سهل جدا زي ما انت شايف، اللي غامق صدره هاد ذكر، هاي أنثى، سهل سهل جداً.